يعني ومن الإسكندرية نروح لمحافظة أخرى ساحلية، نروح لمحافظة مطروح للتعرف على الإجراءات اللي تمت في مطروح للتعامل الفوري مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ المخصوصة أو المهيئة التي تمت للتعامل مع العاصفة دانيال. معنا على التليفون دكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. عاوزين نعرف من حضرتك الاجراءات اللي بتتم في مطروح للتعامل مع تداعيات العاصفه دانيال. والله يا فندم الاجراءات دي بدات من صباح يوم الاحد، احنا تلقينا التحذيرات من هيئه الارصاد الجويه وغرفه عمليات المحافظه مساء يوم السبت 9/9، واحنا كنا طبعا قبلها بيوم متابعين الاحداث اللي كانت بتجرى في ليبيا. ده اخبار عالميه، ما حدش بيتاخر عنها او ما حدش بيهملها يعني. على طول فورا اول ما وصلتنا التحذيرات واكدوا ان الموضوع ده هيوصل مصر، بدانا في رفع درجه الاستعداد والغاء الاجازات اعتبارا من صباح الاحد 10/9، ونشر المعدات نشرنا المعدات في الاماكن المختلفه على مستوى محافظه مطروح. نعم. بدءا من السلوم حتى العلمين، وفي اماكن بتبقى معروفه لينا مسبقا، يعني احنا مش اول مره نتعامل مع المطر، ففي اماكن بتبقى معروف تجمعات الميه فيها والاماكن اللي بتبقى ايه فيها المشاكل الميه بالذات، يعني سواء على الطرق او داخل المدن. فبدانا نشر المعدات فيها من يوم صباح يوم الاحد. بدا يوم الاثنين بدات العاصفه توصل حدود السلوم، وبدات بالسلوم وسيوه وبراني. كانت في امطار خفيفه الى متقطعه، بدات في مدينه سيوه يوم الاثنين الساعه 11 صباحا واستمرت لمده ساعه، كانت امطار خفيفه ومتقطعه ورياح محمله بالاتربه. مدينة السلوم وبراني كانت في أمطار الساعة 1 الظهر، بدأت سقوط الأمطار إلى من خفيفة إلى متوسطة لمدة ساعتين، وما حصلش فيها أي تجمعات مية الحمد لله. مدينة النجيلة ومطروح بدأت الأمطار فيها من الساعة 1 للساعة من الساعة 3 للساعة 6، وكانت خفيفة إلى متوسطة، وبرضه ما فيش تجمعات مية غير في مدينة مطروح في كم مكان كده كانوا معروفين لدينا والمعدات متجمعة فيهم، وبدأ التعامل فيها الحمد لله، ما كانش فيها أي مشاكل. على الطريق الدولي السريع ما كانش فيه اي تجمعات تعوق الحركه، كلها كانت تجمعات بسيطه وتم التعامل معها فورا يعني في الحال يعني. هي اللي بالنسبه للصباح يوم الثلاث انقشعت السحب الحمد لله والغبار، وبدا الجو بدأ من السلوم حتى مدينه العالمين الجو كويس جدا والسحب متفرقه، ما فيش تجمعات للسحب، ما فيش غبار عالق في الجو، وبدات الامور تهدى تماما والمصطفين يمارسوا حياتهم طبيعي على شواطئ مطروح من السلوم لحد العالمين الحمد لله يعني. طيب دكتور ابراهيم اتفضل. حضرتك احنا مستمرين في حاله الطوارئ دي لحد بكره ان شاء الله. ما لم يجي لنا تحذيرات تانية او جديده هنستمر في حاله الطوارئ. طيب حابه برضو افهم من حضرتك طبيعه التواصل المباشر بين حضراتكم في الشركة وبين هيئة الأرصاد الجوية، واللي بينعكس أيضا على طبيعة السرعة في الاستعداد زي ما حضرتك ذكرت يعني، وهل حالة الاستعداد بالنسبة للتعامل مع العاصفة دانيال مختلفة عن الاستعداد، أو لأي مدى هي مختلفة عن الاستعداد بشكل عام حتى لموسم الشتاء؟ لا هو طبعا في موسم الشتاء في عندنا حالة طوارئ شبه مستمرة يعني، أما التواصل بالنسبة للأرصاد الجوية وعمليات المحافظة، في غرفة عمليات في المحافظة متواجدة للأزمات والطوارئ، دي بيرأسها السيد المحافظ. احنا متواصلين مع الغرفة ديت ولينا مندوب متواجد فيها سواء بأجهزة اللاسلكي أو التليفونات، وبيبقى أي حدث أو أي خبر على مستوى المحافظة بيتنقل فورا لكل المسؤولين على مستوى المحافظة، وكل واحد يمارس مهام عمله. فاحنا بنبقى متواصلين مع المحافظة ومتواصلين مع عمليات الشركة القبضة، متواصلين مع هيئة الأرصاد الجوية، وده اتصال يعني شبه يومي يعني، ده كل ساعتين متواصلين مع بعض يعني. نعم. بالنسبة للأرصاد الجوية وفي نعم. اتصال فوري على طول يعني، مش ناخد وقت ولا حاجة. نعم. يعني دكتور إبراهيم، كان التوقعات أن تكون محافظة مطروح وبالتحديد مدينة السلوم يعني باعتبارها من المدن أو المدينة المتخمة أو المدينة الحدودية مع الحدود الليبية الغربية تحديدا اللي شهدت العاصفة دانيال وتأثرت بشكل كبير، كان من المتوقع أن تكون
السلوم هي أول المدن اللي تمر عليها هذه العاصفة. العاصفة دانيال، إلى أي مدى تأثرت مدينة السلوم بالعاصفة دانيال؟ وهل فعلا يعني الحمد لله قوة هذه العاصفة فقدت بمجرد ما تشكلت مع الحدود الليبية المصرية؟ أول العاصفة الأعصار دانيال ده طبعا بدأ من اليونان مرورا بالبحر الأبيض المتوسط إلى السواحل الليبية، وكان أكثر حدة في مدينة ديرنا. مدينة ديرنا بتبعد عن نقطة الحدود المصرية حوالي 430 كيلو. فالحمد لله لما وصل على الحدود المصرية كان إلى حد ما بدأ ينكسر الحتة بتاعته. ولما جه دخل الحدود المصرية دخل في الحدود المصرية من عند سيوة كمان، يعني مش بدأ بالسلوم. بدأ من عند سيوة، فكان خد فترة مسافة على الصحراء. سيوة دي جنوب مرسى مطروح ب 340 كيلو. فالمسافات دي كلها هبطت يعني شدة الرياح من حدته، فالكسر الكسر لما وصل عندنا فإلى حد ما كان مقدور عليه يعني، وكان أثره خفيف إلى حد ما الحمد لله. يعني الحمد لله ده لطف ربنا بينا. دكتور برضو عشان السادة المشاهدين، لو أي حد يعني واجه أي مشكلة، لو هنتكلم حتى مش بس لا التعامل مع حالة الطوارئ العاصفة دانيال، لكن لو بشكل عام في أي حد من المواطنين واجه مشكلة، في رقم معين ممكن يقدروا ان هم يتواصلوا عليه؟ ايوه يا فندم، في رقم 125 ده رقم الطوارئ عندنا، اي مواطن بيتصل عليه سواء من على موبايل الارض او التليفون المحمول 125. مشكله ميه، مشكله صرف صحه على مستوى محافظه مطروح 125 خاص بشركه مطروح، وخارج مطروح بكل محافظه نفس الرقم تقريبا، ما عدا الصرف الصحي في القاهره واسكندريه 175. طيب دكتور ابراهيم، يعني سؤال اخير، استعدادات بقى موسم فصل الشتاء المقبل، يعني زي ما احنا بنقول كده يمكن اللي احنا بنشهده دلوقتي ممكن يكون يعني عمليه تدريبيه او احمائيه كده لموسم فصل الشتاء القادم، ازاي بتستعدوا ليه في محافظه مطروح؟ والله يا فندم الاستعدادات عندنا احنا المدن الساحليه تقريبا يعني طول السنه عايشين في حاله طوارئ. في الصيف عاملين طوارئ عشان الساده المصطفين اللي في جولنا، انت عارف مطروح بيجي لها في الصيف 4 مليون في الساحل و2 مليون داخل المدينه. صحيح. يعني جينا 6 مليون مصطاف في فتره الصيف، بيقعدوا عندنا 4 شهور 5. فعندنا في الشتاء بنبقى عندنا طوارئ، لان كميه الامطار اللي بتتساقط على المناطق الساحليه من اعلى النسب على مستوى الجمهوريه. فبكون من اول من نهايه الصيف نهايه الشتاء بكون مستعدين للصيف. واحنا الحمد لله كنا مستعدين من السنه اللي فاتت يعني. من درء مستعدين، عندنا رافعين درء يعني مجهزين المعدات بتاعتنا، متصينه كويس جدا وجاهزه، معدات الشتاء بتكون جاهزه من بدري يعني الحمد لله. الحمد لله. يعني دكتور ابراهيم خالد رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظه مطروح، بنشكر حضرتك يا فندم، ويعني كان الله في عونكم في هذه الظروف الطارئه تحديدا. طبعا بكل تاكيد مجهود كبير بنحيي حضراتكم عليه.